تستسلم تستسلم فلحلمك يوم سوف تراه حتما 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 لا تبالي لا 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 بما تسمع من قول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته التلاميذ العزاز. تخونكم حصه جديده دائما في الدرس ديال برودوي سكالير. دونك في هذه الحصه ان شاء الله غادي نكملوا الشرح ديال الدرس، ولكن الطريقه اللي غنمشي معكم بها الحمد لله طريقه زوينه بزاف، هي كنفهموا الدرس من خلال التمارين. عندنا هذه السيري، هذه ديجا هذه السيري خدمنا فيها في الحصه الاولى وشرحنا ثلاثه القواعد برودوي سكالير. الا مازال ما شفتش تلقى الرابط في الاسفل. نذكر بان الحصه هي مشتركه ما بين التلاميذ ديال العرض وبين التلاميذ اللي في القناه. دونك بالنسبه للتلاميذ ديال العرض بطبيعه الحال ملي كيساليو راه كاين مجموعات في الواتساب كيكملوا الخدمه ديالهم، كيوصلهم لي سيرفيس، كيبقى الاسئله، التواصل مباشر معايا الاستاذ، وتتكون الخدمه مستمره باش نضبطوا ونحكموا الامور. ولكن بالنسبه لباقي التلاميذ العزاز الا بغاو يلتحقوا بنا مرحبا، ها هو الواتساب، يصيفطوا ميساج ويدخلوا معنا ان شاء الله، وراه بواحد الثمن اللي هو مناسب جدا. يلا على بركه الله شباب، غادي نمشيو ليكزيرسيس نيميرو 4. دونك شوفوا معايا ليكزيرسيس. ديجا خوتي راه خدمنا 1 و 2 و 3 في الحصه الاولى. سوا U اي في دو فيكتور تيلكو. دونك نعطاونا لا نورم ديال U ايتيغالا لا نورم ديال V ايتيغالا. وهنا عطاونا خوتي هاد U V، هادي اللي كنا بقيتو عاقلين في الدرس ديال التريكو، هادي كتعني لونغل لونغل اوريونت ما بين U V كتساوي بي على 4، يعني الزاويه الموجهه ما بين U V هي بي على 4. صافي. دونك شنو هو السؤال اخوتي؟ هو كالكولي U سكالير V. صافي. دونك بطبيعه الحال هنا غادي نطبقوا ديك القاعده الاولانيه اللي تنديروا لا ديستونس في لا ديستونس فوا الكوس. علاش غنديروها؟ لان اصلا عندي لا نورم ديال U، عندي شحال كيساوي، عندي لا نورم ديال في، وعندي لونغل يعني ممكن نطبقها. متفقين؟ قبل اخوتي ما نبداو بغيت غير نقول لكم واحد القاعده غنحتاجوها بزاف في هذه الحصه هذه، اللي هي لا نورم اخوتي ديال U مي تتكون عندي لا نورم ديال U ابخي شنو كنجي؟ راه كنجي كنعوضها بداك العدد. بحال دابا مثلا هنا لا نورم ديال U هي 5 سور 2 غاسين 2، يعني شنو غادي ندير؟ غنجي كنعوضها بهذا العدد هذا. يعني هذه راه بحال اللي كتخيل المسافه، حيت مثلا نقول لا نورم يعني هذيك الفيكتور بحال اللي عقلتي باش كنا كنديرو فالور ابسولي، مثلا فالور ابسولي ديما كتخرج ليه بوزيتيف. هاد لا نورم على فيكتور كتعطيك ديما المسافه موجبه. ولكن القاعده اخوتي اللي بغيتكم انا ديروها هي هذه، الا كانت عندكم فيكتور اس اثنان U او كاري شنو كتولي اخوتي؟ هادي كتولي بحال هكا، كنردوها لا نورم ديال U و او كاري تيخرج برا. متفقين؟ دونك هادو عقلوا عليها. كاينه قاعده وحده اخرى عاوتاني، الا كانت عندي مثلا ا بي او كاري، هاد القاعده راه بحال هادي، ها انت حيت انا فيكتور U و فيكتور ا بي. دونك كي غتولي معلم غتولي لا نورم ديال ا بي معلم او كاري يكون برا. ابخي هاد لا نورم ديال ا بي تيكون مثلا عاطيك شحال كيساوي، بحال دابا هاد المثال نورم ديال U غيكون عاطيك شحال كيساوي. المهم يعني باش نفهموا الامور مزيان اجي ناخذوا التمرين ان شاء الله. دونك هنا غنخدموا U سكالير في. دونك غندير بحال هكا U سكالير في. دونك شنو ندير اخوتي؟ لا نورم ديال U صافي في لا نورم ديال في صافي في الكوس الكوسينوس ديال اش؟ ديال هاد لونغل اورينتي ديال U في، حيت هنا تتكون عندي فيكتور فيكتور كتكون عندي زاويه موجهه بيناتهم اللي هي U في. صافي. نرجع للسطر. دابا هاد لا نورم ديال U غنعوضها، يعني بحال اللي كتقول لا ديستونس ديالها هي 5 على 2 جذر 2 5 سور 2 غاسين 2. متفقين؟ عاوتاني هاد V لا نورم ديال V هي 4 في 4، والكوس ديال هاد الزاويه بطبيعه الحال الزاويه هي بي على 4، معناتها غندير الكوسينوس ديال بي على 4. صافي صافي كنرجع للسطر. دابا بقى لك الحساب. دونك يمكن ندير واحد الحساب شويه ذكي، يعني هاد جوج غتمشي بعدا مع جوج مع جوج اللي كاين هنا، غتبقى خوتي هنا جوج. صافي. دونك جوج في 5 راه هي 10، معناتها تبقى هنا 10 جذر 2. متفقين؟ اختزل جوج اللي لتحت مع جوج اللي هنا. صافي. الكوسينوس بي على 4 راه معروف، راه هو جذر 2 على على 2. صافي. دابا غيبقى لنا غير الحساب. جذر 2 في جذر 2 راه هي 2 وغتمشي مع جوج، معناتها خوتي غتبقى لا نورم هي شحال؟ هي 10. متفقين؟ دونك U سكالير V كتساوي 10. نمشيو اخوتي دابا ليكزيرسيس 5. سوا او اف جي ان تريونغل. عطاونا لا ديستونس ديال او اف، لا ديستونس او جي، لا ديستونس صافي، وطلبوا عطاونا سكالير ديال او اف او جي كيساوي ناقص 6. طلبوا منا نحسبوا الكوسينوس. الحاجه المهمه اللي غناكدوا عليها دابا هو ان دوك القواعد ديال سكالير راه ماشي فقط كينفعوك باش تحسب بهم سكالير، ممكن تحسب بهم حتى القاعده الاولى الكوسينوس. الا عقلتي معايا القاعده الاولى نعاود نذكرك بها، ملي كتكون عندي ا بي سكالير ا سي شنو كندير؟ كندير لا نورم ديال ا بي. متفقين؟ في لا نورم ديال ا سي كندير في الكوسينوس ديال اش؟ دونك الزاويه اللي كتكون ما بيناتهم اللي هي الحرف اللي كيتعاود ديال بي
اسي اوكي. دونك الا لاحظتي مزيان هذه القاعده راه ممكن تحسب حتى الكوسينوس، يعني نقدر مثلا انا نعطيك السكالر شحال كيساوي، وهذه بطبيعه الحال لا نورم د ا بي هي لا ديستانس ا بي نعطيها لك وهذه نعطيها لك وتجبد الكوس، متفقين؟ اذا الفكره اللي بغيت نوصل لك هو ان هذه القاعده ديال السكالر راه ماشي فقط باش تحسب السكالر، ممكن تحسب حتى الكوس، متفقين؟ اذا الا شفتي في هذا التمرين هذا طلبوا منك تحسب الكوس، اذا القاعده اللي غنخدموا هي القاعده الاولى، لان هذه القاعده هي اللي فيها الكوس اصلا، صافي متفقين؟ يلا بسم الله. دونك غادي نديروا نحطوا هذه القاعده، لان او اف سكالر او جي هي اللي غتعطيك الكوس ديال او، لان الزاويه اللي كاينه هنا هي او، دونك الحرف اللي كيتعاود شنو الحرف اللي كيتعاود هنا؟ او اف او جي هو او، معنيتها غنخدموا هذه القاعده سكالر، متفقين؟ دونك غادي نكتب او اف سكالر او جي ياك شنو كيساوي؟ كيساوي لا نورم ديال او جي في لا نورم ديال او اف، المهم انا بدلت البلايص كان خصني نبدا ب اف هي الاولى، ولكن ماشي مشكل ضربتها بهذولي في الكوس. الزاويه اللي كاينه هنا شنو هي؟ الحرف اللي كيتعاود هو او، معناتها الكوس ديال اف او جي، وهذا الكوس ديال اف او جي اخوتي راه هو اللي باغيين نحسبوا حنايا، هذا هو اللي باغيين نحسبوا، متفقين؟ دابا غنرجع للسطر، هذا السكالر عطاوه ليا هو او اف هو موان 6، صافي؟ معناتها اش غادي ندير؟ غنعوض هذه بموان 6، هذه غنعوضها بموان 6. هاد لا نورم ديال او جي بطبيعه الحال هي لا ديستونس ديال او جي، وهذه هي لا ديستونس ديال او اف، وهذا الكوسينوس ديال اف او جي راه غنخليه لانه هو اللي تنقلبوا عليه. غنرجعوا للسطر، موان 6 ايتيغال هاد لا ديستونس او جي ولا ديستونس ديال او اف راه عطاوه ليا، او جي راه فيها 3 او اف فيها 5، صافي؟ اذا 3 في 5 هي 15 في الكوسينوس ديال اف او جي. ايوا صافي، هاد الكوسينوس ديال اف او جي غنخليها في بلاصتها هي اللي تنقلب عليها، وهذه 15 راه ضرب غتهبط اخوتي قسمه، اذا ناقص 9 على 15 ممكن هذه ديفيزي باغ 3 تعطيني موان 2، ديفيزي باغ 3 تعطيني 5، معني حتى الكوسينوس ديال الزاويه اف او جي ايتيغالا موان 2 سور 5. نمشيو اخوتي دابا للتمرين رقم 6، سوا ا بي سي ان تريونغل، عطاونا لا ديستونس ا بي فيها 3 ولا ديستونس ا سي فيها 4، وعطاونا الزاويه بي ا سي فيها 2 بي سور 3، دونك لونغل بي ا سي فيها 2 بي سور 3، دونك السؤال هو كالكولي ا بي سكالير ا سي، دونك هنا شمن قاعده غنديرو تسكالير؟ واش نديرو الاولى ولا الثاني ولا الثالثه؟ مادام عطاوك الزاويه اذا راه الاولى لا نورم في لا نورم لا ديستونس في لا ديستونس، اصلا ا بي و ا سي عطاوها لك، وطبيعة الحال الكوسينوس ديال بي ا سي، دونك سير سير على بركة الله. دونك غنديرو ا بي سكالير ا سي ايتيغال سيتادير لا نورم ديال ا بي في لا نورم ديال ا سي في الكوس ديال بي ا سي، الحرف اللي كيتعاود ديجا راه هو، صافي؟ انا بالسطر اخوتي غنعوض دابا هاد لا نورم ديال ا بي بطبيعة الحال هي لا ديستونس ا بي في لا ديستونس ا سي في الكوسينوس ديال بي ا سي، الكوسينوس ديال بي ا سي عطاوني هي 2 بي سور 3، الزاويه بي ا سي هي 2 بي سور 3، متفقين؟ نرجع للسطر، ا بي غنعوضها ديجا ا بي راه هي 3 و ا سي هي 5، لا ا سي هي 4 عفوا 4، صافي. دابا خوتي هاد التمرين هذا كامل طالع على الفيلم هذا ديال 2 بي سور 3، خصنا دابا نبسطوها، ما تنساوش الدرس ديال التريغو، دونك 2 بي سور 3 غادي نبسطها، تردا 3 بي موان بي سور 3، متفقين؟ 3 في 4 راه هي 12، صافي. هنا طحنا اخوتي غادي نحاول نوزع 3 بي على 3 تبقى لي بي، وهنا بي على 3 بطبيعة الحال هي بي على 3. هنا اخوتي طحنا في قاعدة الكوس ديال بي موان اكس، ديجا شتي راه لقيناها في الدرس ديال التريغو، كوسينوس بي موان اكس شنو كيساوي؟ كيساوي موان كوس اكس، صافخين؟ موان كوسينوس اكس، هادي قاعدة كنا قريناها ديجا في الدرس ديال التريغو، أنا ذكرتك بها، سيتادير هاديك كوس بي موان بي سور 3، كوسينوس ديال بي موان بي سور 3، شنو غادي نديرو ليها؟ غردوها موان كوس ديال بي سور 3، بطبيعة الحال الموان غنجيب وحده 12، غتبقى موان كوسينوس ديال بي سور 3، ودابا غترجع يا إما للطابلو يا إما السيركل اللي حبيتي اللي كمولف كتخدم به، إلا رجعتي الكوسينوس ديال بي سور 3 شحال غادي تلقاه؟ دونك غادي تلقاه 1 سور 2، أوكي؟ وغادي نعوضو أخوتي ب 1 سور 2، صافي؟ 1 على 2، أبخي راه ناقص 12 على 2 أخوتي راه هي ناقص 6، صافي؟ وحنا حسبنا أبي سكالير أسي. الى خوتي نمشيو دابا للتمرين رقم 7، دونك ردوا معايا البلد التمرين هذا نموذج تمرين الامتحان، سواء ا بي سي ان تريونغ عاوتاني عطاونا ا بي عطاونا ا سي عطاونا بي سي، دونك عطاوك لي لونغوغ بثلاثة، كالكولي بي ا سكالير ا سي، إذا هنا تيبان من البعيد بأن غنديرو القاعدة الثانية ديال واحد على جوج في بين قوسين، صافي؟ غير هو ردوا البال أخوتي هذيك القاعدة باش تطبقها
خاصك تتاكد من واحد الحاجه. شنو هي؟ هنا عندي بي ا سكالير ا سي، لوريجين ديال الفيكتور بي ا هو بي ولوريجين ديال الفيكتور ا سي هو ا. دونك هنا كاين واحد الاشكال خاصك هذه تقلبها، حيت باش تطبق القاعده وما تغلطش خاص ضروري تكون لوريجين كيتعاود، مثلا ا بي ا سي بحال هنايا سي جي سي اف. داكشي علاش كنجيو كنديرو نيشان القاعده. ولكن هنا ملي يكون عندك لوريجين ما كيتعاودش شنو غادي دير؟ اول حاجه تبع معايا باش ما تغلطش في هذه، ردوا لها البال. اول حاجه غتحاول انك ترد لهم نفس لوريجين، عفوا بي ا سكالير ا سي، العمليه بي ا سكالير ا سي. دونك شنو غادي نديرو؟ هاد بي ا غنقلبوها ردوها مو ا بي، الفيكتور نقلبها غتولي مو ا بي سكالير ا سي. دابا ملي ولا عندهم نفس لوريجين عاد غنجيو غنحطو ديك القاعده عاديه، هاد المو غنخليه بطبيعه الحال وغندير ان سور دو وغنحل الاقواس وغنطبق القاعده. كندير هاد ا بي او كاري كناخذ هاد ديستونس بلس هاد ا سي او كاري موا الضلع اللي بقى ليا هو بي سي. صافي. دابا كون كانت عندك مثلا ا بي سكالير ا سي ديجا كنتي غتحط نيشان، غدير واحد على جوج وتكمل. مثلا الا عندك بحال هنايا كيف قلنا سي جي سكالير سي اف، راه جينا هنا في الحصه اللي فاتت اللي مازال ما شافهاش، غدير واحد على جوج سي جي او كاري زائد سي اف او كاري موا اف جي او كاري. علاش كطبق على نيشان؟ لان اصلا عندهم نفس لوريجين شي سي سي، ولكن ملي ما تيكونش نفس لوريجين خاصك تردو نفس لوريجين. دونك داكشي علاش بي اقلبتها ولات موا ا بي، وابخي نطبقوا القاعده. متفقين؟ دابا خوتي غترجعوا للسطر وغديروا فقط غير تعويض ا بي، راه ديجا كلشي عندكم ا بي هي 7 معناتها 7 او كاري 49 بلس ا سي اخوتي عطاوكم 105 معناتها بلس 25 و بي سي عطاكم 6 معناتها 36. اي باش نربحوا الوقت، دونك هادشي اخوتي بعد ما تحسبوها تخرج لكم 119 صافي. دونك ها هي بي ا سكالير ا سي كتساوي 119. دابا السؤال اللي غيجي من بعد غادي يقول لك اسيدي ديدويغ ا بي سكالير ا سي. دونك دائما ديدويغ في الماط عندها علاقه بالسؤال اللي قبل، اذا والجواب تيكون ديما ساهل. دونك ا بي سكالير ا سي يكفي انك غير تقلب هاد ا بي سكالير ا سي. اصلا الا قلبتي ا بي غتولي موان بي ا، وغادي طيح في داك السؤال اللي قبل. يعني هذه ممكن نردها بحال هكا، عندي الحق ا بي نقلبها، وهذه اصلا راه عندي الجواب ديالها. هاد بي ا سكالير ا سي ديجا حسبتها شحال خرجت لي؟ خرجت لي موان 19، مع هاد المو غتولي 19، وبالتالي ا بي سكالير ا سي يساوي 19. اوكي يلا خوتي ندوزو السؤال اللي من بعد. كالكولي ا اش. دونك هنا رسمت لكم تريونكل، لان ديجا قال لك سوا ديجا كان عندك تريونكل سميتو ا بي سي سوا اش لو بروجيتي اورتوغونال دو سي سور ا بي. دونك سي خوتي نطيحو على ا بي عطينا هنا واحد الزاويه قائمه. دونك هنا كالكولي اش. دونك كيف ما قلت لكم الحصه السابقه فيما تشوفوا هاد الهضره ديال بروجيتي اورتوغونال عرفوا غتخدموا بالقاعده الثالثه ديال برودوي سكالير اللي كتكون فيها البروجيكسيون. دابا هاد ا اش باش تخرج خصنا نخدموا واحد السكالير. شنو هو السكالير اللي غنخدموا؟ دائما عقل هاد اللعبه، انت طيحتي على ا بي، هاد السي طيحتي على ا بي، معناتها السكالير ضروري خص تكون فيه ا بي، عقل على التقنيه هادي. صافي. شنو غيبقى؟ انت رجعتي السؤال اللي قبل، شنو كان عندك اصلا؟ كان عندك ا بي سكالير ا سي، فهمتي؟ وكان عندك بي ا سكالير ا سي، مادام درتي انت ا بي دونك راه غتكون مع ا سي، غتخدم بهاد العلاقه. صافي. شنو كنديرو اخوتي في القاعده الثالثه؟ وحده كنخليوها وحده كنطيحوها. ا بي هي اللي غنخليوها، علاش؟ لان هي اللي كنديروا عليها الاسقاط، لان السي طيحنا على ا بي معناتها ا بي غتبقى كمسافه، ولكن هاد ا سي غنطيحها على ا بي. كيفاش كنديروا؟ كنطيحوا فيكتور على فيكتور، كنطيح لوريجين، عاوتاني كنطيح ليكستريميتي. الا طيحتوا اخوتي ا بي على ا بي راه تعطيكم ا، لان اصلا ا طيحها في ا بي، ولا طيحتوا السي على ا بي تعطيكم اش. فوالا. وبالتالي حنا خرجنا في ا اش، حيت حنا باغيين نحسبوا ا اش، ها هي خرجنا فيها. ابخي اخوتي هادشي غتهبطوا تعوضوا، هاد ا بي سكالير ا سي راه ديجا حسبناه هنا وخرجتنا 19. صافي مزيان. وهاد لا ديسونس ديال ا بي راه ديجا عطينا ليه هو 7، ها هي في ا اش. صافي الضرب غيولي قسمه ا اش غنخليها، معناتها ديك 7 اخوتي راه غتهبط القسمه، اذا حنا لقينا ا اش كتساوي 19 على 7. نمشيو اخوتي دابا الكالكولي هاد لي زيكسبرسيون. دونك عطاونا واحد لا نورم ديال او في 4 ولا نورم ديال في اخوتي فيها 2، وعطاونا سكالير كيساوي موزان سو 2، كنحسبنا هاد لي زيكسبرسيون. هاد لي زيكسبرسيون اخوتي كنحتاجو ديفلوبمون، وكنحتاجو لي زيدونتيتي، وكنحتاجو القاعده المهمه اللي خصك تبقى عاقل عليها، وان ملي تكون عندك واحد الفيكتور اس اثنان كيفاش كتردها؟ كتردها لا نورم ديال الفيكتور اي، وهاد اس اثنان كتخرجو برا. متفقين؟ دونك عقلوا معايا اخوتي على هادي. صافي. عاوتاني ما كانت عندي واحد فيكتور في اس اثنان شنو ردها؟ معلم لا نورم ديال في اس اثنان خرجها برا. الا عندي مثلا واحد فيكتور ا بي اس اثنان شنو ردها؟ ردها لا نورم ديال فيكتور ا بي اس اثنان خرجها برا. صافي. اجي دابا نطبقوا هاد الامثله وغنفهموا مزيان. دونك هنا عندي 2 اي موان 3 في فاكتور اي بلس 2 في. دونك هنا خوتي عندي ديفلوبمون، غنديفلوبي 2 اي فوا اي، معناتها شنو غتولي؟ غتولي هي 2 اي
او كاري فيكتور اي او كاري، لان ضرب الفيكتور اي ملي غنضرب الفيكتور اي فيكتور اي اي او كاري صافي، عاوتاني دو اي بلس دو في يعني جوج في جوج هي 4 و اي في في معناتها هي او سكالير في، متفقين او سكالير في عادي موان 3 في في او سيتادير هي موان 3 في سكالير او، متفقين الشباب؟ عاوتاني موان 3 في في هذيك او سيتادير هي موان 3 عفوا موان 3 في في دو في معناتها هي موان 6 في او كاري صافي. مازيان نرجعوا دابا للسطر، هاد اي او كاري كيف قلت لكم اخوتي قبيله القاعده شنو كترجع؟ كترجع لا نورم ديال اي او كاري برا، في الاخر هاد اي او كاري غتولي على مسافه غناخذوها الرقم ديالها هي 4، دونك ما تخلعش من هادشي بلس 4 اي سكالير في شحال عطينا ليا هي موان زان سور 2 معناتها غنولي 4 في ناقص 1 على 2، متفقين؟ هادي موان 3 في هاد في سكالر او هي اي سكالر في ضرب تبادلي معناتها اصلا هي موازن سور 2 غنعوضها عاوتاني بموازن سور 2 ها هي صافي. رجع دابا للسطر عندي عاوتاني موان 6 هاد في او كاري كيف قلنا اخوتي هي لا نورم ديال في او كاري نخليها برا. دابا يبقى لنا غير الحساب، جوج في لا نورم ديال او ها هي هي 4 معناتها جوج في 4 او كاري صافي، 4 في ناقص 1 على 2 معناتها اخوتي هي ناقص 2 ناقص 3 في ناقص 1 على 2 هي زائد 3 على 2 صافي، موان 6 لا نورم ديال في راه هي 2 معناتها في 2 او كاري. رجعوا للسطر، 2 في 4 او كاري هي 16 صافي ناقص 2 زائد 3 على 2 ردوا البال هنا الحساب، ناقص 2 او كاري هي 4، 4 في 6 هي 24 صافي، 2 في 16 اسبق هي الضرب هي 32 ناقص 2 زائد 3 على 2 ناقص 24. بعد ما خوتي غتحسبوا هذا الشيء بالزربه 32 ناقص 2 هي 30، 30 جيب حدا ديك ناقص 4 على 2 جيب حدا ثاني 3 على 2 30 ناقص 24 اخوتي راه هي 6، دونك 6 لزدتو عليها 3 على 2 جو بون 7 2 هي 12 12 زائد 3 تنظن اخوتي غتخرج لكم 15 على 2. نمشيو اخوتي ليكسبرسيون بي، عاوتاني هنا عندنا ديفلوبمون او سور 2 غنديفلوبيو في او معناتها اخوتي غتولي او او كاري سور 2 اوكي، دونك غنضرب هذا في هذا U فيكتور U فيكتور U هي فيكتور U أو كاري سور 2، عاوتاني فيكتور U سور 2 غنديفلوبي في على 2 معناتها U سكالير في على 4 بلس U حيت البسط في البسط U سكالير في والمقام في المقام صافي، 2 في 2 هي 4 تخيل هذه بحال X و Y يعني ما تدوخكش صافي. عاوتاني خوتي موان V في U معناتها هي موان V سكالير U صافي، عاوتاني موان V في V على 2 معناتها هي موان فيكتور V أو كاري سور 2. رجعوا للسطر سي بيان، ابخي او او كاري خوتي هي لا نورم ديال او، هنا ما خصكمش تعكزوا شويه ديال الصبر على 2 بلس او سكالير في خوتي راه هي موان زان سور 2 معناتها ملي غندير هذا موان زان سور 2 ديفيزي باغ 4 انتبهوا موان في سكالير او ديجا هي موان زان سور 2 مع هذا الموان خوتي تولي بلس 1 سور 2 صافي، موان لا نورم ديال في او كاري سور 2 صافي، لا نورم ديال او خوتي هي 4 معناتها 4 او كاري تكي 16 16 على 2 صافي، هذه 1 على 2 اخوتي ملي غديروا لانفيرس تولي هي 1 على 8 متفقين، زائد 1 على 2 ناقص لا نورم ديال في هي 2 2 او كاري اخوتي هي 4 عاوتاني 4 على 2 صافي. بقي دابا لقى الحساب 16 على 2 هي 8 ناقص 1 على 8 زائد 1 على 2 ناقص 2 4 على 2 هي 2 8 نقص منها 2 غتعطيني 6 صافي، ناقص 1 على 8 زائد 1 على 2 غنحاول نوحدوا المقامات كلشي على 8 دونك انا عطيني 48 6 في 8 ناقص 1 نضرب هذه في 4 دونك 1 في 4 دونك 48 حيد منها 1 غتبقى لنا 47 47 زائد 4 على 8 اخوتي هي شحال؟ هي 51 على ياش على 8 اوكي. نمشيو دابا اخوتي ليكسبرسيون سي او موان في لو او كاري، هذه بطبيعه الحال ايدونتيتي غتولي اي او كاري ايدونتيتي نيميرو 2 موان دو او سكالير في يعني جوج في اف بي بلس بي او كاري معناتها في او كاري، دابا ا راه هي او و بي هي في صافي، دونك عاوتاني اخوتي الفيكتور او كاري كتولي لا نورم ديال او او كاري برا موان دو فوا او سكالير في اخوتي راه هي موان زان سور دو عطاونا في التمرين صافي، و في او كاري تولي لا نورم ديال في او كاري صافي. رجع للسطر، دونك قلنا لا نورم ديال او هي 4 4 او كاري بالزربه هي 16، هنا غتمشي جوج مع جوج الناقص في الناقص يولي اخوتي الزائد غتبقى زائد 1، لا نورم ديال في راه هي 2 مع داك او كاري غتولي 4، دونك الا حسبنا خوتي هادشي 17 زائد 4 غتعطينا 21.
مشيو اخوتي دابا ليكسبرسيون دي هي الاخيره. دونك عطاونا 2 اي بلس 3 في لو تو كاري ايدونتيتي نيميرو 1. دونك غنديرو ا او كاري ارا هي جوج اي ماشي غندير 2 اي لو تو او كاري اخوتي بلس 2 فوا ا فوا بي يعني جوج في جوج اي في 3 في صافي بلس بي او كاري يعني حتى 3 في لو تو او كاري سي بيان. جوج او كاري هي 4 هنا اخوتي غتولي اي او كاري عاوتاني بلس جوج في جوج هي 4 في اي جوج في جوج 4 و 4 في 3 12 صافي 12 جوج في جوج 4 في 12 اي سكالير في راه هي موان زان سير دو في التمرين صافي بلس 3 او كاري هي 9 و في او كاري صافي. دونك 4 لا نورم ديال اي عاوتاني او كاري برا ناقص 12 على جوج هي ناقص 6 بلس 9 في لا نورم ديال في او كاري عاوتاني تكون برا. دونك 4 في لا نورم ديال او هي 4 4 او كاري هي 16 موان 6 بلس 9 لا نورم ديال في فينا هي في هي 2 دونك 2 او كاري اخوتي هي 4 عاوتاني صافي. اسبقيه للضرب 4 في 16 64 ناقص 6 9 في 4 36 اوكي. دونك 64 36 نقصوا منا 6 تجينا احسن هي 30 64 الى زدنا عليها 30 اخوتي غتعطينا 94. اذا اخوتي غادي نكتفيو بهذا القدر هذا مازال غنكملوا ان شاء الله حصص باش نكملوا هذه السيري هذه وطريقه زوينه الحمد لله انكم تتفهموا الدرس من خلال التمارين. نتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنساوش اخوتي لايك للفيديو بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش يستافدوا بزاف ديال التلاميذ. ونذكر بالهاتف ديال الواتساب صيفطوا ميساج فيه اللي خليت لكم في الاول ديال الفيديو ودخلوا معنا لمجموعه الواتساب باش تكملوا ان شاء الله وتعطيو الخدمه القاصح. تبارك الله عليكم. السلام. تسمع من